sigma minus our amount remaining to be excreted اللي هي الخسارة بتاع amount حرف ال A و remaining حرف ال R و excreted A حرف ال A A R E أو R. تفسير القانون بتاعها ان في السنجل IV بولس لما كنا ندي دواء سنجل IV بولس كان القوانين اللي هو قانون اللين وقانون اللوج والقانون الثالث اللي هو الاكسبوننشال ان التركيز الموجود في الدم عند اي لحظة بيساوي C0 او C0 التركيز العوالي ضرب ال E والسالب ال K emission rate constant في الزمن. فده القانون. فاحنا بنكتب نفس القانون ولكن بصيغة الاماونت. الاماونت بقى ممكن نعملها الاكس الموجودة في الجسم عند اي لحظة بيساوي الاكس 0 اللي هي الدوز تقريبا لو انا شغال IV بولس ضرب ال E والسالب ال K في الزمن. ممكن اكتبها اكس يعني اماونت او اكتبها حرف D يعني اماونت. فالسيجما ماينس amount remaining to be excreted اول حاجه ممكن نحط افتراضين بافتراض ان الدواء بيخرج كله عن طريق الكليه كل الدواء بيخرج عن طريق الكليه يعني الكي elimination rate constant او التوتال elimination rate constant هي هيها الاكسكريشن ريت كونستانت ثابت سرعه الخروج عن طريق الكليه بس اللي هو الكي يو كي بتاع الكليه بس مثلا. فبالافتراض ده بنقول لو انت مدي جرعه مقدارها 100 يعني لو اكس 0 كانت ب 100 ملي جرام فمسير الجرعه ديت لو كان الدواء بيخرج عن طريق الكليه مسير ال 100 ديت كلها بعد يوم بعد يومين بعد 3 ايام مسيرها كلها تطلع في اليورين لان الدواء كله بيخرج عن طريق الكدني فاكيد ال 100 مش هتفضل في الجسم لان مش هيصم يعني فاكيد مسيرها تطلع. فبندي رمز اسمه الاكس كميه الدواء الموجوده في اليورين عند زمن ما لا نهايه او بعد فترات طويله لما تقعد تجمع الكميه دي الكومولاتيف اماونت اكسكريتد في اليورين او التوتال اماونت اكسكريتد في اليورين كومولاتيف يعني توتال مسيرها تبقى 100. يبقى لو انت دي جرعه مقدارها 100 والدواء بيخرج عن طريق الكليه فمسير ال 100 ديت كلها تطلع عن طريق اليورين عشان تبقى الكومولاتيف اماونت اكسكريتد في اليورين برضه 100. فبنيجي على القانون اللي فوق ده بنشيل الاكس 0 ونحط مكانها الكومولاتيف اماونت اكسكريتد في اليورين. فبنكتب بقى القانون مره ثانيه هيبقى الكميه الموجوده في الدم عند اي لحظه بيساوي الاكس 0 هشيل بقى الاكس 0 ديت واحط مكانها الكوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين واديتها الرمز ده ضرب الاي والسالب الكي في الزمن. وحتى الكي ممكن اشيلها واحط مكانها الكي هم مهم يعني الكي دي ممكن اشيلها واحط كي او ممكن اسيبها زي ما هي بس هم مهم. لو انت مدي جرعه مقدارها 100 ملي جرام فعند لحظه معينه كان موجود في جسمك 20 ده معناه ان اللي خرج من جسمك قد ايه؟ اكيد اللي خرج يعني كان موجود 100 واللي اصبح موجود 20 يعني اللي خرج الكميه اللي طلعت بره بقت 80. فممكن اقول ان ال 20 ديت الكميه الموجوده في جسمك هي الكميه الاصليه اللي هي 100 ناقص الكميه اللي خرجت اللي هي 80. ممكن اقول ان 20 بتساوي 100 ناقص 80. 20 ديت اللي هي الكميه الموجوده عند اي لحظه. ال 100 ديت اللي هي الاكس 0 ناقص ال 80 ديت اللي هي الكميه اللي خرجت. فهنا بنعمل نفس الكلام على الكمية الموجودة عند اي لحظة دي. فبنشيلها وبنحط مكانها ايه؟ نحط مكانها الدوز الاصلية ناقص الكمية اللي خرجت. بيساوي كوموليتيف اماونت اكسيه في اليورين ضرب ليه السالب الكي في الزمن. بس طبعا احنا قلنا ان الدوز الاصلية لان الدواء بيخرج كله عن طريق اليورين شلناها وحطينا مكانها كوموليتيف اماونت برضه اكسكريتد في اليورين. يعني ممكن اشيلها تاني واقول كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين ناقص كمية الدواء اللي خرجت عند لحظة معينة. هي خرجت راحت فين؟ الدواء ما بيخرجش الا عن طريق الكدني، يعني اكيد خرجت في اليورين، يبقى ناقص كمية الدواء في اليورين عند لحظة معينة بيساوي الكوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين ضرب الاي والسالب الكي في الزمن، وهو ده القانون اللي بيشتغلوا بيه في السيجما ماينس مثلا. الجزء دوت كله كمية الدواء اللي مسيرها تخرج عن طريق اليورين اللي هي نفس الجرعة يعني لو الدواء كله بيخرج، كمية الدواء الموجودة في اليورين دلوقتي لما تطرح الاثنين من بعض بيطلع معاك حاجه اسمها خارج الطرح هو الكميه الموجوده في الجسم عند اي لحظه اللي هي الاماونت ريميننج الكميه المتبقيه تو بي اكسكريتد الكميه الموجوده في الجسم واللي مسيرها تو بي اكسكريتد ان هي تطلع عن طريق اليورين برضو او تخرج عن طريق الكليه. يبقى ديت هي الاماونت ريميننج تو بي اكسكريتد ومن هنا جه اسم الطريقه تو بي اكسكريتد الاكس يو ما لا نهايه كوموليتيف ناقص الاكس يو عند اي لحظه بيساوي الاكس يو ما لا نهايه كوموليتيف كانها اكس 0 يعني في اليو سالب الكي في الزمن. فهو بيقول ان العلاقه ديت الجزء ده لو رسمته على محور الصادات على ورق سيميلوج والزمن ده على محور السينات على ورق سيميلوج فهتبقى نفس العلاقه ما بين التركيز عند اي لحظه بيساوي سي 0 ضرب اليو سالب الكي في الزمن
مش لما كنا بنرسم تركيز عند اي لحظة على محور الصادات والزمن على محور السينات في الفيرست اوردر، يعني لو اي في بولس على ورقة سيمي لوج، دي ورقة سيمي لوج اللي هو نقطة الاصل بالنسبة للسينات هي صفر، ونقطة الاصل بالنسبة لمحور الصادات هي واحد، وبعد كده بقى في تدريجات رأسية 10 100 1000 مثلا، كنا العلاقة دي كانت بتبقى خط مستقيم. فده نفس الكلام، فهي نفس الكلام برضو لما بترسم الراجل ده على ورقة سيمي لوج، هرسم على محور الصادات الاكس يو ما لا نهايه اللي هو ناحيه الشمال ده ناقص الاكس يو عند اي لحظه، كل دول اسمهم الاماونت ريميننج تو بي اكسكريتد، وهرسم الزمن على محور السينات اللي هو الزمن ده، ودي برضو ورقه سيمي لوج، النقطه الاصل بالنسبه للسينات صفر وبالنسبه للصادات واحد، فهتبقى خط مستقيم. من الخط المستقيم ده تقدر تجيب الانترسبت، هيبقى اسمه الجزء المحتمل من الصادات، هو زي ما هنا الانترسبت كان سي 0، فالانترسبت هنا هيبقى اسمه اكس يو عند ما لا نهايه، كومبليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين عند ماذا نهايه، اللي هي يعني الاكس 0 طالما ده اخوله بيخرج عن طريق. والسلوب هقدر اجيب منه لو شغال لنا ناقص لن اطلع سالب الكي، اللي هي طبعا برضو بتساوي الكي في الطريقه دي. الافتراض الثاني، الافتراض ان الدواء مش كله بيخرج عن طريق الكليه، الدواء لا يخرج كله عن طريق الكليه، بمعنى ان لو كانت الدوز الموجوده في جسمك او اللي انا مديها هي 100 ملي جرام بس، الدواء مش كله بيخرج عن طريق الكليه، ده مثلا 50% بيخرج عن طريق الكليه، 50% ديت تطلع برضه بره جسمك، بس هل كلها تطلع عن طريق اليورين؟ لا، ده في كميه بتطلع عن طريق الكبده، عن طريق السكين، عن طريق اي حاجه ثانيه، وفي 50% بس منها هو اللي بيخرج عن طريق اليورين. فبنقول ان الكوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين، كوموليتيف يعني عن زمن ما لا نهايه، اللي هنلاقيه في اليورين بعد يوم يومين ثلاث ايام مش هيبقى 100، ولكن هيبقى نسبه الخروج عن طريق الكليه ضرب المية دي، ضرب الاكس زيرو، اللي هي يعني هتبقى بتساوي 50% ضرب الجرعة اللي هي 100، يعني هتلاقي 50 ملي جرام موجودين في اليورين. فبنقول هنا ان الاكس ما لا نهاية في اليورين، كمية الدواء في اليورين التوتال ما بتساويش الاكس زيرو، ولكن بتساوي نسبة الخروج عن طريق الكلية ضرب الاكس زيرو. نسبة الخروج دي بقى ممكن يسميها الكي يورين، ثابت الخروج بتاع الكلية، على الكي توتال، ثابت الخروج بتاع الجسم كله، اللي هو بنديله رمز كي بس كده، ممكن نسميها كده او نحط على طول كلمه نسبه الخروج بتاع الكليه. يبقى الفكره هنا بس ان الاكس كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين ما بتساويش على طول الاكس زيرو، ولكن بتساويها ضرب نسبه الخروج عن طريق الكليه اللي هي مثلا 50% 70% 80% او اللي هي كي وعلى الكي. وبنعمل نفس اللي عملناه في الخطوه اللي فاتت. ازاي؟ ان احنا برضو ده القانون اللي هو بتاع كميه الدواء الموجوده في الجسم عند اي لحظه بيساوي الاكس زيرو ضرب الاي والسالب الكي في الزمن. هنا ما ينفعش بقى نشيل الاكس زيرو على طول ونحط مكانها الاكس ما لا نهايه يورين، لا، ده احنا لازم اول حاجه نضرب الطرفين، الطرف اليمين والطرف الشمال، في نسبه الخروج عن طريق الكليه. يبقى ديت هي المعادله اللي هي الاصليه بتاع الاي في بولس، كميه الدواء الموجوده في الجسم عند اي لحظه بيساوي الاكس زيرو ضرب الاي والسالب الكي في الزمن. طبعا احنا قلنا دلوقتي ان الكوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين عند زمن ما لا نهايه لا تساوي، ما ينفعش تقول ان هي بتساوي اكس زيرو على طول، لكن هي اكس زيرو بس ضرب نسبه الخروج عن طريق الكليه، لان ده مش كله بيخرج عن طريق الكليه. يعني لو جرعه 100، ال 100 ديت مش مسيرها تطلع كلها وتبقى في اليورين، لا، ده 50% منها بس، 70% على حسب الدواء بيخرج بنسبه قد ايه من الكليه. فبنضرب الطرفين، يبقى بضرب الطرفين في نسبه الخروج عن طريق الكليه. فلما نضرب الطرف اليمين ونضرب الطرف الشمال، فالطرف اليمين هيصبح ايه؟ بعد ما هو اكس 0 ضربناه في نسبة الخروج اصبح، يبقى الضرب اهو في نسبة الخروج اصبح مين؟ اكس 0 مضروب في نسبة الخروج هتبقى الاكس ما لا نهاية عند في اليورين، كمية كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين. ايه السالب الكي في الزمن؟ يبقى كده انا الطرف اليمين اهو ضربته في نسبة الخروج عن طريق الكلية، فتحولت الاكس 0 الى اكس ما لا نهاية في اليورين. الطرف الشمال بقى لما اضربه في نسبة الخروج هيبقى برضه هو كمية موجودة في الدم عند أي لحظة، بس كمية موجودة في الدم بس مسيرها تخرج عن طريق الكلية. يعني مثلا لو كانت الكمية الموجودة في الدم دلوقتي 20، ال 20 ديت هل بتخرج عن طريق الكلية ولا بتخرج عن طريق الجسم كله؟ عن طريق الجسم كله، يعني ممكن 50% يخرج منها عن طريق الكبد و 50% يخرج منها عن طريق الكلية. بس لما تضرب ال 20 دي في نسبة الخروج بتاع الكلية فقط يطلع مثلا معاك رقم وليكن 10، ال 10 دي بقى هي كمية الدواء موجودة في الجسم دلوقتي عند اللحظة ديت، ولكن اللي مسيرها تخرج عن طريق الكلية. ممكن احسبها اكس كده عند زمن اي لحظة او اكس عند اي لحظة، ولكن مسيرها
تخرج عن طريق الكلية اللي هي هنسميها هنا amount remaining to be eliminated by kidney اللي هي to be excreted. كلمة excreted يعني كلية بس. أما العشرين اللي فوق ديت كانت كمية الدواء الموجودة في الجسم بس اللي مسيرها تخرج عن طريق الجسم كله. يعني ممكن دي تبقى اسمها amount remaining بس to be eliminated by all body. انا عاوزها to be excreted بس عن طريق الكلية. فضربناها في نسبة الخروج. فهي دي اللي احنا هنشتغل عليه. الاكس عند اي لحظة اللي مسيرها تخرج عن طريق الكلية اللي هي بعد حصل ضرب. يبقى الاكس عند اي لحظة اللي مسيرها تخرج عن طريق الكلية بتساوي الاكس ما لا نهاية في اليورين ضرب الاي سالب الكي في الزمن. والكي ديت ما بتساويش بقى ما ينفعش اقول ان هي بتساوي الكي بتاع اليورين. لا ده الكي بتاع اليورين نسبة. طيب برضه دي كده برضه يعني هي دي اللي احنا هنشتغل عليها بس هنفكها بقى نقول برضه ان هي بتساوي كمية الدواء الموجودة في جسمك واللي مسيرها تخرج عن طريق اليورين. قال لك ان هي بتساوي زي ما كانت كمية الدواء الموجودة في جسمك عند اي لحظة بتساوي الاكس زيرو ناقص الاكس اللي بتبقى خرجت عند اي لحظة. يعني لو كان مثلا في جسمك انت مدي جرعة مقدارها 100 اللي خرج منها 80 يبقى اللي موجود في جسمك دلوقتي 20. فنفس الكلام يبقى كمية الدواء اللي موجودة في جسمك واللي مسيرها تخرج عن طريق الكلية فقال لك ان هي بتساوي يعني هتضرب ديت في نسبة الخروج بتاع الكلية. فالاكس زيرو برضو كأنها كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين عند زمن ما لا نهاية ناقص الاكس في اليورين عند اي لحظة. كمية الدواء المفروض تخرج في اليورين عند زمن ما لا نهاية ممكن 50 مثلا وكمية الدواء الموجودة في اليورين دلوقتي 40 يبقى كمية الدواء الموجودة في جسمك 50 ناقص 40 ب 10 بس ال 10 ديت مسيرها تخرج برضو عن طريق اليورين. فاحنا بس هنشيل الاكس عند اي لحظة ديت ونحط مكانها الكوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين ناقص الاكس عند اي لحظه في اليورين بيساوي برضو الكوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين ضرب الاي سالب الكي في الزمن. يعني هو نفس القانون اللي فوق بس هنا بس بنقول ان تفسيره مختلف لكن نفس القانون. كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين زمن ما ناقص الكميه في اليورين عند اي لحظه بيساوي الكوموليتيف في الاي سالب الكي في الزمن. هو فملخص كده بقى ان في السيجما ماينس ميثود بدل ما نقول كميه الدواء الموجوده في جسمك عند اي لحظه بيساوي الاكس زيرو في اليو سالب الكي في الزمن نقول كميه الدواء الموجوده في جسمك عند اي لحظه واللي مسيرها تخرج عن طريق اليورين هتساوي كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين في اليو سالب الكي في الزمن. واللي موجود في جسمك عند اي لحظه واللي مسيره يخرج عن طريق اليورين ما بنحطوش زي ما هو لكن بنقول ان هو الكميه اللي خرجت التوتال ناقص الكميه اللي خرجت دلوقتي. الكميه اللي مسيرها تخرج كلها ناقص الكميه اللي خرجت دلوقتي يطلع معاك الكميه الموجوده في جسمك اللي المفروض تبقى. يعني بس انت بتحفظ ان هي ده يبقى إيه الجزء ده هو الاماونت ريمينينج تو بي اكسكريتد. يبقى تاني القانون فناحيه اليمين زي اكس زيرو في اليو سالب الكي في الزمن بس بتحط مكانها بدل اكس زيرو كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين عند زمن ما لا نهايه ضرب الاي سالب الكي في الزمن. الناحيه الشمال بدل اكس عند اي لحظه لا بنشيلها ونحط كوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين ناقص كميه في اليورين عند اي لحظه. وبترسم الجزء دوت ده هو الاماونت ريمينينج تو بي اكسكريتد بترسمه على محور الصادات على ورقه سيميلوج والزمن دوت بترسمه على محور السينات على ورقه سيميلوج فبيطلع معاك يبقى دي ورقه سيميلوج دي الاماونت ريمينينج تو بي اكسكريتد اللي هو الاكس ما لا نهايه في اليورين ناقص الاكس في اليورين عند اي لحظه وهنا الزمن ودي ورقه سيميلوج اهي بيطلع معاك خط مستقيم الانترسبت بتاعها هو الثابت في المعادله اللي هو مضروب في اليو سالب الكي في الزمن زي معادله اللي هو سي عند اي لحظه بيساوي سي زيرو في اليو سالب الكي في الزمن. ده كان هو الانترسبت يبقى الراجل ده برضه هو الانترسبت يبقى ده هو الكوموليتيف اماونت اكسكريتد في اليورين هو الانترسبت. ممكن يكون هو الدوز لو كان الدواء كله بيخرج عن طريق الكليه ممكن يبقى مختلف عن الدوز. والسلوب لو انت بتقول مثلا لن نقطه معينه عند محور الصادات اللي هي النقطه ديت ودي نقطه ثانيه فبتقول لن النقطه الاولانيه ناقص لن النقطه الثانيه على الزمن بتاع النقطة الأولانية ناقص الزمن بتاع النقطة الثانية وبتساوي بسالب الكي. تقدر تحصل على الكي من الأسلوب